ايه يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. محمد احنا دلوقتي في تحدي المطبخ جاهز؟ بح... جاهز. طيب قبل ما نبتدي التحدي لازم اعرفك على الارنب مشمش. اه انا مش بخاف الأل... من الارانب مش... وانا صغير كنت بلعب بيه. بجد؟ اه والله. يبقى انت كده هتبسط قوي بالهديه بتاعتنا لان احنا الارنب مشمش مش ده انا اخترعت له جهاز زي جهاز كشف الكذب بالظبط بس ده جهاز بيخليهم يتكلموا يعني انت هتقدر تتكلم معاه وتصاحبه وتاخده وتكسبه ويبقى هو الانتيم بتاعك وتروحوا مع بعض في كل حته مش بس كده هتكسبوا انتوا الاثنين رحله لباريس وتقدر تاخد فيها سبعه من اصحابك اللي انت هتختارهم مبسوط مبسوط طيب يلا نبتدي ولا تتعرف عليه الاول هو فيه. اسمه ايه اسمه مشمش قوله له ازيك يا مشمش ازيك يا مشمش ازيك عامل ايه الحمد لله اخبارك ايه يا حازم الحمد لله انت اسمك ايه اصلا اسمي محمد امال بقول لك ازيك يا بتقول لي الحمد لله ليه ما رضيتش اخسرك ما انت كبير الله يخليك يا والله ايه السلسله اللي انت لابسها دي دي سلسله طاقيه سلسله طاقيه اه ماشي يا عم يلا ابداوا بقى ويا رب تكسب ماشي نبتدي يلا التحدي ماشي. يلا أول تحدي هو شرب العصير، هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه أسرع، أوكي؟ أوكي يلا 1 2 3 العربية دي إيه ده؟ هي هتمشي ولا أنتوا هتمشوا ولا هتعملوا إيه؟ لا يا جماعة ما هو مش هينفع كده تمشي دي ممكن تخبطنا طب والبتاعة التانية دي هتقع؟ استاب يعني انت كنت عامله بتاعك قليل وانا بتاعي اكتر ليه انا كنت قد بعض. كن... بعض لا ما كناش قد بعض لا كنا قد بعض بس انا عشان اكبر منك يمكن خلصته اسرع عشان انا بطني اكبر صح اه طيب يبقى بقى ايه كده مين اللي كسب انت <applause> طب انت زعلان معلش ان شاء الله تعود في التحدي اللي جاي مستعد مستعد يلا بينا